مباشر من مدينة طنجة. إذا النزاع بين عائلة من نفس الأصل سلب جريمة بشعة، وأسرة الضحية مصدومة في حالة انهيار سام، وكتقول بأن الجاني اللي هو ولد حبيبه ديال الضحية صفى عليه وضربوا بالطوموبيل وما رحموش. باقي التفاصيل غادي نسمعوا على لسان زوجة الضحية وشهود عيا. تفضل لالا، احكي لنا كيف وقع الزوج ديالك. الزوج ديالي جا واحد الاتصال بين النزع ديال العائله بين الاخ ديالو وولد حبيبه، اتصل به قال له ودي كيدبزو، جاي يشوف المشكل شنو هو. يلا وصل، باقي حتى ما عرفش المشكل شنو هو. يلا وصل ضربوا الطوموبيله محمد خليفه. ماتقولش الاسم انا، لا ما تقولش الاسم زيد. ضربوا الطوموبيله جوج مرات ما رحموش، لا رحمه ولا شفقه. واللي كنستعجبوا في الامر هو اننا جبرنا في المحضر عن الجدرميه انه حادث سير وماشي حادثه سير، هذه عصابه اجراميه وما كانش عيب وحديته، عصابة إجرامية كانوا بالسيوفة. صافي الزوج ديالي ضربوه ديك الساعة تما طاح، جابوا لي الإنعاش محمد الخامس من نهار الاثنين، كان بين الحياة والموت، والبارحة توفى. وأنا اللي كنطالب الحقوق ديال الزوج ديالي، أنا كنطالب من هذا المجرم يشدوه، حيت هذا المجرم باقي لي حد الآن طالق كيمشي ويجي على راحته كيف ما بغى. انا اللي بغيت نعرف علاش ما شدوهش، علاش ما قاموش بالواجب ديالهم. داكشي اللي بغيت نعرف، كيفاش ان الراجل بين الحياه والموت والمجرم باقي ماشي ماجي؟ ما يمكنش، مستحيل. قصر صغير المنطقه. نعم المنطقه جزيرة خديا السراق. عادوا شي نزاع بيناتهم؟ انا ما عارفه، انا ما عارفاش. عنده النزاع الاخ ديالو مع ولد حبيبه، راجلي ما عنده حتى دخل في شي حاجه. راجلي جا يشوف المشكله شنو بيناتهم باش يحلوا من المشكل اللي بيناتهم. صافي ملي مشى ضربوا بالطوموبيله جوج مرات، داز فيه لا رحمه ولا شفقه. رجع ما شريا نعاود زادو مره اخرى، البارح توفى. انا ما خرجتش الزوج ديالي من السبيطار حتى ياخذوا لي حقي من هذا المجرم تنشدوه، باقي ما شدوش، حيت كيقول عنده النفوذ وعنده السلطه وعنده كلش. شحال عندك توليدات؟ عندي بنيتي 10 سنين. عفوا 10 سنين. مرتينا كيقولوا بان رجلك مات في حادثه عاديه. كيقولوا حادثه عاديه، لا. الا بغيتيش تسلم تاعي واش تقريبا تمشي النقاش، مات جريمة قتل. جريمة. ولد حبيبه. ولد حبيبه. مشاهدينا الكرام معنا كذلك اخ الضحايا. غادي نشد لنا الحدث عن تفاصيل صادمة. احكي لنا كيف وقع. انا هو المتشاهدين، انا هو المتشاهدين تلاقاني ذاك ولد حبيبي شد عليا بغى يقلبني، كنا انا وهذا السيد هذا وباقي واحد الولد صاحبي. نزل هو وقفت انا جات عنده، نزل هو هز الحجر قال لي قلت له بيني وبينك يا اخي محمد كيفاش غتقلبني؟ قال لي احنا ما بيناتنا والو. قال لي بالحق انا شهيت السناحه نقتلكم كاملين. قال لي حيتاش غباتوا لي على الماضيه، دخلتوا بالصوع عن الجا وغباتوا على الماضيه اللي في الطهر، وجات شكان الوالده، جات شكان الوالده ديالي بدا الشكايه هذن، ومشى ساعتك ذهب على الولد صاحبي هنايا بالحجر، هي ذهب عليه بالحجر ناصو. ساعتك انا مشيت بحالي، كنت بحالي هبطت للسيد عملت له الدواء فاسو وجات. انا وقفت تحت الدار ديالنا تحت مع واحد الكو ديال السوهاك مع الجهاز دا بيض، هو جا جاو ثلاثة الطونوبيلات شدوا علينا، نزلوا قال لهم ها هي الطونوبيل فين هي، نزلوا بالسيوفة هما بداو كيهاسوا في الجاج، ذهب على السيد، السيد كان في الجاج مهبط النص ذهب على هيك ديال ناصو. ساعتي كان ضيما هيت ذهبت الطونوبيل ديال الولد صاحبي كانت واقفة وهي وهبت. ملي هبت انا دخلت نعينا من ما جاتش. ساعتك عيطوا للخو عادل قالوا هما كيشدها جاوني له كذا كيدبزوا ما فيها جات النيلو. ساعتك الخو عادل مشيت تشوف شني كاين قلت له ها هو الخو هذاك حاضر من هنا طايق. السيد السيد نزل، السيد نزل باش يفهم غير شنو كاين غير شنو واقع. كنقول لي غير شنو واقع بيناتكم، شنو المشكل بيناتكم؟ السيد عمل ما هو كاز من الطوموبيل وعمل مشايل وداز فوق منه، داز فوق منه عاود بن تيمي لا عاود داز فوق منه باش طعنوا مهنا طعنوا كامل طعنوا وجهه وهاسو السيد هما مكافئ السيد ما ينشف. شحال شحال مسكين في صراع الموت؟
من هذا الاثنين حتى اليوم في شي 12 دليل ولا 11 دليل. باع في 12 دليل ولا 11 دليل. خصنا نسلموا الجثه ديالو باقي ما عطاونا شي كما الجرامية باقي ما كبتوش السيد باش يعطونا الجثه ويعطونا الورقه باش نمشيو نجيبوا السيد. السيد راه مطلوب تيدوا في الكساس هي باب الطونوبيه ديالو الطونوبيه ديالي اللي تشكتكوا لها الجاج ونزلوها مشاو داوها طلعوها الفوايا نهار الخميس. كذلك تحيه لهذا العراق هذا اللي وقع تفضل احكي لنا كيف وقع انت كنتي تما. كنا مع بعضنا عوادين تعرضنا شد علينا داك عابد خرج الطونوبير على لا ترك شي حاجه. لا هذا الولد صاحبي هذا اللي معي هذا اللي معي هذا ايوا جا الطونوبير تعرضت بغات تقلبنا رجعنا عنده هذاك نزل من الطونوبير خلاها بعيده ونزلنا عندنا هز الحجره وجا عملنا فيها الجيم لا ما شفناهش حتى خرجها من الجيم. جا هو جا عنده قال له واش عندك معنا شي حاجه قال له انا ما عندي والو باش انا شري انا شريتها ماشي من الصيد انا شريتها باش نطرطق الراس للدين ديماك وما هيدا هيدا الهضره. لا لا هيدا هو هيدا قال له لا ما تسب لا جا هو شبر هز الحجره انا قلت له واش كاين جات تقول هز الحجره تاعي لهنايا ضرب عليا لهنايا جا صدق تما واحد عمي تما وهذه فرقونا مشينا بحالنا كطلاب الطونوبيل باش هودنا بحالنا مشيت عملت الدوان هنايا ايوا ديك الساعه حنا جينا وقفنا مع خا مع خا مع خا الضحيه وقفنا مع عايده وهما يجوا ثلاثه الطونوبيرات وهما يبقاو علينا بالسيوف والحجار انا ضربني هذاك هنايا عيد حبيبو ايوا حنا طلعنا بحالنا واحد شويه قال لك هما كازوا في هذه التاحيت الضحيه هذا الميت الله يرحمه صافي هذا ما كانوش الشاهد ها هو واحد الشاهد هنايا اجي يا خي انا كنت جالس مع الولد صاحبي انا كنت جالس مع الولد صاحبي جالسين عادي ما فراسنا ما نعاودو ما فراسنا ما نعاودو جالسين فواحد الساعه جا السيد هذاك الخوا ديالو عنده الميتشي جا وقف معنا يلاه شراها كاين تهاودو انا هو جبرت السيد هذاك مضروب من هنايا قلنا له واش عندك يلا باقي يلا كنسقسيوه جاو ثلاثه الطونوبيرات وقفوا علينا شدوا على السيد ونزلوا بالسيوفه ها هو ها هو ها هو رونوا الدنيا ما عرفتش شنو ما عرفتش شنو وقع انا في راسي ما نعاود مع ديك 8:30 الصعود الليل ولا المهم كان طاح الليل المهم ما عرفتش من الساعه بالضبط وديك الساعه تاك ضربوا عليه بالطونوبيل بالسيوف الطونوبيل راسو الزاج هو من الزيار هرب لهم صافي مشى هرب لهم مشى من وراه واحد فيهم سيب السيف علينا جا في السيد تهرس انا هزيت ديك السيف ملي جات ملي جاو الجدرميه قلت لهم السيف قلت لهم هذا راه مسيبو علينا صافي حكينا تفاصيل الضحيه تفاصيل الضحيه ملي طلعنا من فوق زعما باش نشوفوا شنو كاين جاو الناس باش جاو خوتو باش يتفاهموا شنو كاين ديك الساعة تك ما يتفاهموا شنو كاين ديك الساعة طلعنا يلا وصلنا باش نتفاهموا نزلوا الدراري بالسيوفة هذاك مول التيكوان دخل فيه هذاك مول التيكوان رجع فيه مشاريال ملي رجع فيه مشاريال ورجع من تحت الطونوبيل ورجع مشاريال خلاه هنا هزيناه لقانا الدم طاطق منه النوم وخارو هزيناه صافي انا الاخ ديال الضحيه السيد عادل ابو العيش انا واقف كي ديال السراك مباركي الدراري جا وقفوا عليا واحد عنده الدم هنايا قلت له اش عندك قال لي ودي دابزنا انا ومحمد شي ولد فاينر ملي يعني ولد اللي هو قاتل قلت له شنو السبب ديال المشكل هادي باقيين كنهضروا هما كيوقفوا ثلاثه الطونوبينات فتحوا البيبان نزلوا بالسيوفه بداو كيهرسوا في الطونوبيل الخوا ديما راه هرب لهم طلع بحالو نشار طلع الخوا نشار تخبى لهم تما حنا طلعنا عيط العادل قال لي يلاه نطلعوا نشوفوا شني تما طلعنا يلا تصادفنا معاه في الطريق حنا وقفنا معاه نزلوا بالسيوفه عاوتاني باقيين معاه في الطونوبيل نزلوا بالسيوفه واحد ضرب عليا واحد جرى مور الخوا الخوا جرى وهذاك رجع فيه الطونوبيل ضربوا مشاريال ورجع هو ما شافوش اللي كان ماشي في الطونوبيل اللي كان مشاريال لا هو قصدو هو كيف كان
الخوا واقف لا جا في مشاريع الطوموبيل وطلعوا لقدام المهم جات تحت الطوموبيل داو جابوا تحت الطوموبيل رسلوا رجلوا من هنا رسلوا مضروب من هنا اي والله ياخذ الحق دابا كنتظروا الدرك الملكي دير الصيفي اللي ضربك لهنا نعم دابا كنضربوا الدرك الملكي يدير الاجراءات ديالهم ونطالبوا بالحق هذا السيد هذا والله ياخذ الحق انا مقيس هنايا في الصيفه شيروا عليا الصيفه البرد وشني واش كان شي نزاع قبيل بيناتهم باش وقع السيد كيقولوا غبرلو على المراه في الطريق يعني قاس بالسرعه والمراه حيدت من الطريق وضربت جنابه في الشوك وهادشي هذا ما عارف شي هادشي هذا هادشي كامل على الغابره المراه في الغابه هادشي اللي كاين هذا هو السبب ديال هذا السبب الرئيسي ديال شي هذا يعني قال بالله شكرا لك إذا مشاهدي قناة شوف تي في كنتم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة وجريمة بشعة تهز منطقة عين الرمل بضواحي القصر الصغير نزاع عائلي ينتهي بجريمة قتل إذا كما تابعتم معنا تصريح زوجة الضحية التي تطالب بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الحادث المأساوي خصوصا وأن الجاني ما زال حرا طليقا إذا كذلك شقيق الضحية الذي أدلى بتصريحات صادمة حول وقوع هذه الجريمة إذا باقي التفاصيل مشاهدينا الكرام تابعوها في الموقع الرسمي لقناة شوف تي في. ألقاكم في مباشر آخر إلى اللقاء محمود قلعة قناة آخر.